بنت الحلال معلش معلش والله ليش هذي ليش سموسه معلش مع الصباح طيب صلي على النبي انا قلت لك ما لازم تعصبي اصلا معلش معلش انا بشتري سمبوسه كيف افهمش ليه تشمعي وانا معش اسمع كلامش وافهمش مح يا قلبي يا فاطم لقيك كذا واكلمش ايوه خلاص جيب الكره جيب الكره ولا اي حرف تكفى يا اخي تكفى ولا حرف 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 ولا يا الله ما طرش مع البلد يا رجال اقول لك انا ايش كبر اروح بقاله والله ابو معتك المفتاح يا رجال ما يحتاج سياره انا بروح بطريقتي الخاصه راح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبا وين راح انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله طلعت ما انت بسيط يا ولد لا داعي لا داعي بسيط ولا سبنج بوب يبا وش رايك في السامج هذا؟ والله يا ولدي يستحق القتل. لا اله الا الله لا اله الا الله قتلته قضيت عليه احسن خلص من جبه بينفع يا ابو دجه مرحبا يا ولد ياك المشروب هلا وش في موترنا يا ولد؟ وش في؟ موترنا وسخان خان قوم غسله مشينا يا ولد يلا وش في؟ تبي بستم ولا عادي؟ براحتك ادعس يا ولد جعل ما يدعس غيرك دعس احذر تخاوي الكردي لان الردي يبقى ردي يخون عجرة صاحبه ولا يحس بحسابها